الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حلقة حلقة 104 رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء لتبر رأسته عنوان. أقول حوار ولا قرار في اليوم الحصلة اللي عملت متي التواجد في قابلوا قلت الأوف وتمسلوا وأوروك يهو بيلا دم الأحر مشركين لعبلا بأوس ما قبل يجيسو ولا مسلمين كمان من الأحر التا ساحة قطار عطاو وقلت فقدوا غدا حنانا يوم ولا شو هذا يوم قلت فنو و دي بلاد التهجيت الله كم سلم ذكر أنا عدي معانيها بترجمة الدنغان مع تمام تبنى الدلما إن شاء الله. رجع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء. ثم رجع أبو سفيان إلى جيشه وأخذ الجيش في الارتحال وقد ركب الإبلاء وجعل الخيل بالجنب وكان هذا دليل قصدهم لمكة وكان من فضل الله على المسلمين إذ لم يكن بين المشركين وبين المدينة من يمنعهم عن الدخول فيها ولكن صرفهم الله الذي يحول بين المرء وقلبه فنزل المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والطرفين. من لو حرب بسفيان مثل عمر مثل النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه حق ولا حوار وحق ولا قرار لا أقبل سبل جيشو وجيشو نساء وديت إنه هذه من البقز أنبتا ولأن سطعنو ولا فروس راح ودوا بلغ بلا وانسابهم تعنو وأمورهم نسأو قصد مكة قصدو قصد مكة إرار وقياس أنبتو بلا أقبلو وفي القيام وفي المدينة المنورة حتى أعرض أن المسلمين لتعطوهم قرارة دبر هاي بام علو دي بحد دين علو دامنا قايسة ممكن ريام دبضو ولمشركين هن دي بان سبب واحد انسان على الطاقه ممكن يتوم لحد مدينة وحتوم لكن الله سبحانه وتعالى صرف يوم ودي مدينة اللي تو يفكروني باهم ثم كانت حركوا المسلمين لو كده بدي بس حتى قتال كروا و فتشا قبعوا يا الله لقد خانا يوم يا الله قتلنا يوم فنظر المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والقتلى وقد نقل بعضهم بعض الشهداء إلى المدينة المنورة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مداجرهم ودفنهم في ثيابهم بغير قصر ولا صلاة وقد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد وربما جمع بين الرجلين في ثوب واحد وجعل بينهما الأذخر وقدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. مسلمين ساحة قتال منا وتكرروا لجرحاهم ولقتلنا يوم لكل رو وصروا مني من الشهداء دانس أوام سكر المدينة المنورة جيس أوبوم والنبي صلى الله عليه وسلم بروسهم بأوروك حتى كانوا والشهداء دائما جنازة خلبوني يحطبوني وكفرون على ابنون بربع صور باقوم لعلا جمعيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل كلي أوسر سلس كاي مصر قبر يوم والحافظ ذا قرآن وقلو قدم على صرف و يعني في نقيهم قال ان دودا الحافظ قرآن اللي ودع على وكل كلي سلس سلس مقبوم دفنو ودي بود أحد اللي حافظ القرآن قدم على بينا وبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة له أنا شهيد بعنا يوم القيامة بيلا النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا نعش حنظلة بن أبي عامر في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تغسله وكان من قصته أنه كان حديث أحد بعرس وكان معها إذ سمع المنادي ينادي للحرب فتركها وخرج إلى ساحة القتال
فقاتل حتى قتل هو جنود فقصرته الملائكة فسمي غسيل الملائكة. وكفن حمزة في برد إن قط رأسه بدت رجلاه وإن قط رجلاه بدا رأسه فجعلوا على رجليه الأذقر وكذلك مصعب بن عمير. طيب ورد من الصحابة رضي الله عليهم حمزة بن أبي عامر الرضال اللي مرعوا على ولو كده هذا على وباك عدو باك سيتو من على دي بيت لندو لا صارنا بتلاقي المنادي اللي سمعه هي بالقتال دور بيلو وقال لها حرب لكم سبع متت أول منا كانوا بأنطا وسكرة معركة جيسة ودي بحر التحابرة باو نيت حتى بولي معركة أتوسط شهداء ومنا كفنو ومنا عشت نايو ما يقطر من حرف القراء وترى وكم سال النبي صلى الله عليه وسلم سلونا صلى الله عليه وسلم بين الملائكة تتحط صبالت وإلا سبت اللبه يعني كناية قصيدة قصير الملائكة بكنا ملائكة نصار حطبته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بالله إنسان لسعادة كم سال الصقر يقولوا آيات قلبي يسك يوم القيامة نتذكر. حمزة بن عبد المطلب دي حتى فردتنا بالله أبا كفنه لقربه كله بتاقه بتاقه بسوق كله بتاقه كفنه بتاقه تي غدرو من الحنقل من درب صلاح قابل زر قبا ولا عقاب من درب صلاح قابل زر قبا كبت ليها رأسن دو دل عقابه ولا أذكر من نو دو قلو كم سب يوم يعني مصعب بن عمير بشاب لما عمل على سنع دي بلد كفني لكبر لحاجة لحصة ديهم إلا كفال إلا دي بلد انتهلت فكفالت مدي إلى المدينة وفي المدينة لما لو حرق النبي صلى الله عليه وسلم أسد مدينة الأحبل دي مدينة وأسد مدينة كوكيزة تكفى لك على إذن كان نحن وسكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.